طلب عدد كبير من الناشطين في الهند عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الناشط الكشميري المسلم خرام بارفيز الذي احتجزته الحكومة الهندوسية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب نشره عددا من المستندات والوثائق التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الهندية ضد المسلمين في الهند وفي إقليم كشمير. وانضم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للناشطين في الهند مطالبا بالإفراج عن الناشط الكشميري في بيان رسمي أصدره المجلس الأربعاء الماضي. وقال المجلس في بيان: عمل السيد بارفيز على نطاق واسع لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء القسري والقتل غير القانوني في جامو كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. أضاف في إطار بحثه عن المسألة: كان بارفيز ضحية لعدد من الأعمال الانتقامية من قبل الحكومة الهندية بسبب مشاركة هذه المعلومات والوثائق مع الأمم المتحدة كما هو موثق في التقارير الرسمية.